ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وصايا عن بعض الأنبياء في كتاب الله عز وجل، وصية يوصيها نبي الله يعقوب عليه السلام لبنيه في كتاب الله عز وجل، ووصية وصاها الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا وغيرهم من الصالحين غير الأنبياء. فربنا قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه وصية شافية كافية، ودي وصية الإنسان المودع للدنيا، فكانت وصية هذا النبي وصية هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأولاده ليس في الدنيا، ليس على أن يكون حريصين على الأموال ولا الدنيا الزائلة، بل وصاهم بالعبودية، وهو نبي عليه الصلاة والسلام وأولاده أنبياء كانوا مسلمين. قال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وربنا قال هناك، وربنا قال سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في الآية، ربنا قال: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي على خاتمه فليقرأ هذه الآية. وصاهم بالعبودية ليه؟ لأنه يا جماعة أصل ربنا بعث الأنبياء جميعا عشان العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهناك ربنا قال برضو في العبادة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهناك وصية لقمان عليه الحكيم لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكل القرآن ده الوصايا بتدور في التوحيد والرجل الصالح حبيب النجار. النصيحة والوصية كانت في العقيدة إلى أن مات، عشان كده ابن كثير قال شنو؟ يعني نصع قومه حي وميت. دي نصيحة وصية. ربنا قال عنه: وجاء من أقصى المدينة رجل يدعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يجعلكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. أعلن داوية: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نصع قوم ميت وحي وربنا دخلوا الجنة.
فهذه نصيحة لنفسي وللمسلمين عشان أقدم الشيخ من بعد شهاب عوض، إنه يا جماعة دائما الزول السلفي يركز في كلامه بالتوحيد في العقيدة الصحيحة. لو اتكلمت في بر الوالدين، في الحج، في أي موضوع لا بد تجيب العقيدة، لا بد، لأن كل الأنبياء جوا بالعقيدة، وأي داعية ما بيتكلم في العقيدة ده داعية فاشل وعاطل وباطل، ما عنده حاجة، ولو عمته بقت 7.5 أمتار، ما عنده حاجة، لأنه أصلا لو رجعت القرآن ده كله بيتكلم عن العقيدة، والأنبياء ما قتلوهم إلا في العقيدة، ما في نبي قتلوه عشان أتكلم في الحج ولا عشان في الصلاة ولا في الوضوء، ما في، كل الأنبياء ماتوا في العقيدة. عشان كده يا عبد الله قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف على أن لا يعبد إلا الله، الله براه. واليوم يا جماعة في السودان، ونحن عالمين بحال السودان وانتو تعرفون السودان، شرك ما الله به عليم في أي مكان في المدن دي إلا ما رحم رب. الشرك كثير في العالم، لكن في السودان ده شرك شرك شرك، لما شرك ذات شرك كعب، ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عشان ما يجيك واحد من النظرات يقول لك ما في شرك، الله قال في شرك، الله قال في شرك. فكيف كثير من الناس يقول لك ما في شرك، بل في ناس يمدحوا على الشرك، تثبيت للسنة، تثبيت للسنة، والسنة منهم شنو برا؟ يقول لك أنا سلفي، أنا سلفي، سلفي دي حق جدك ما على كيفك، سلفي أنت ما تكلمت بالعقيدة الصحيحة، أنت ما سلفي، ما سلفي، وإن ادعيت السلفية، ودي الكتار تلقاهم في البلد دي حايمين، حايمين، عربات دبوا الجبينة وديقين ليسروا، ما عنده أي حاجة، ما عنده حاجة. والتوحيد ده والله والله نحن نتكلم فيه لو نموت الآن في أي مكان، نسأل الله أنه يتقبل يكون عملنا صالح، ونحسب الدعاة أخواننا ديل كان في الفولة، كان في الأبيض، كان في الخرطوم، كان في زالنجي، كان في الفاجر، نحسب ناس دارين عقيدة، دارين يوروا المسلمين العقيدة الصحيحة. إذا كان يا أهل الباطل تلقى دول بيقول في شرك بالميكروفون، ما ده سيو، وذول فنانة بترقص ترقص بدقن وبشنب الحفلة دي كلها، ها كل ما عارف نوبة سمحين، مثيرية سمحين، جعلين سمحين، بتاع شنو؟ ما في حاجة كلام زين. العقيدة يا جماعة، العقيدة الصحيحة، دارين الخير يكتر، ها والترمبات تملي بنزين، طماطم ترقد، بطيخ يرقد، كله اتكلم في العقيدة، ده المخرج، مش تتكلم في ها الحكام زي ديل، وما عارف واحد يقول لك زي غيره من التروريه وغيرهم يتكلموا في الحكام، ده ما شغل بتاع سلفيين، حاكم ده ذاته ولا واخده، انت ما تتكلم في الحاكم، تتكلم في العقيده، تتكلم في الباطل، ما تتكلم في الحاكم، تكلم في الباطل، في زنا، في شرب خمر، في شرك عام، تكلم في كل المعاصي، اما تذكر حاكم وكده ده كله كلام شغل بتاع تكفيرين وزرورية، وديل موجودين، موجودين في كل الطرق والأحزاب، موجودة خروية. مين اللي ذلك اللي كان بيتكلم قبل شوية ده؟ ده عنده صوفي وعنده خروية على الحكام، لذلك غيره خش بين صار صنة ترابي برنابي، كلهم ديل بيتكلموا في الحكام، قال لي منهجهم أصلا منهجهم باطل. فالسلف الجد يتكلم أول حاجة في العقيدة، بعد ذاك أردمهم حبة حبة، تجي تردمهم من الصوفية دي عقائد باطلة، صوفية الشركة دخلوه، والله يا أبو لهب ما دخلوا، والله أبو لهب ده كان ده واحد ماسك الجنة، وده ماسك الصاقعة، وذاك بيغادي ماسك ما عارف شنو البترول، وده ماسك دارين جات حسيون البترول، ما بيقول له شرك كعب في كتب ينقال،
وده يمشي يمدحون. واحد قال الصوفية اسمه صلاح الدين مطر ولا مين أنصار سنة دين تقريبا في الأبيضنا، قال يعني أنصار، قال نحن كأنصار سنة. والكلام ده تقول لي قبل كده قلته من قوله مليون مرة، لأن حتى الفنان لو أنا بقول لك عيد الأغنية تاني حلوة، نحن كمان برضو الكلام ده عندنا حلو بنقوله بالتعين اللي تواجه بنقوله طوال. ها قال نحن كأنصار سنة ما بنرضى في الصوفية ولا في الأخوان المسلمين، وأنصار السنة والإخوان المسلمون الصوفية ما بيرضوا فينا كنحن شنو أنصار سنة. قال لكن بيناتنا مشاكل بسيطة نقعد في الوطأ ونحلها، ما بتتحلها لأنه ده شرك، ده شرك. ده يقول لك خير الله بيغلك كباشي، قالوا ما تكجنا عنده مجمع بتاع جفة ده تحل معه مشكلة بسيطة، دي مشكلة بسيطة. زول بيقول أنا ما تكجنا عديل، ما تكجنا. واحد يقول ما تكل الكون كله، مش ما تكل مكيف ولا السماعة دي، ما تكل الكون. قالوا نحن المراغنة عن قدم، الكون أعلاه أسفله في طي غضتنا، دي مشكلة بسيطة ما بسيطة، ما بتنحل نهائي والله، ما بتنحل معاي إلا يوم القيامة إلا نموت، ما بتنحل إلا يتوب يرجع نهائي. وإلا دار تبدل دين، دين ما دو فيه أنبياء، دين ما دو فيه أنبياء، كيف تكون مشكلة بسيطة؟ ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر، ضربوا في الموضوع ده. تجد بيقول انت دكتور بحاجة بسيطة كده، ما بتجي ما بنخليك والله، والله ما نخليك والله، دي بحليفتها ما بنخليك نهائي، لأنه الموت ده مرة واحد، سفيه بيموت، مسلم بيموت، الكافر بيموت، كله بيموت، حرام القلوب طلب بيموت، عينيه كله موت. لكن انت لو انت سلفي انت ابشر بالخير، لما قال الشيخ الألباني السلفي زي المنشار، منشار ده فوق بياكل، ما بقول ما باكل، بياكل منشار ده فوق بياكل تحت بياكل. السلفي كمان كان مات، ده معناه معنى المثل كده، فوق بياكل يعني حي بيعيش عزيز، مات الجنة في شنو؟ ما بيعاية، لأنه بنفس الآية قال يا ليتهم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، دخل الجنة. معناه هو دائما ما في مشكلة، ما في حاجة. أما أنت تموت مشرك بتنادي غير الله، ها ده الشرك ذات. وفي ناس معادين للدعوة دي، دول يتكلم يقفلوا منه الميكروفون، واحد يقول سر لك عين ما تكلم ومشاكل، وده أكعب ذول. ربنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك لهم خزي في الدنيا والآخرة. ربنا بيخزيك في الدنيا وفي الآخرة والله. فأنا زي نصحت لك بقيت بدقن غيره، أوعك تقيف ورا الدعوة دي، لأنه الدعوة دي والله حقتنا نحن، كان وقفت الدعوة دي حقة الله وما شديه السيل. شفت السيل لما يجي لا بخلي عمارة لا بخلي راكوبة لا بخلي بقى الصياحي، كله بجره كله. كمان الدعوة دي السيل عادة والله يا ربنا يا هداك يا هلك ريح منك البلاد والعباد، لأنه بتقوم فوق راسك. ربنا قال في دعوة يعني في دعوة، والأمة دي ربنا ما خيرها إلا لأنها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، دي الخيرية دي الخيرية. رضوان قال الدين النصيحة، في رواية قالها ثلاثة، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. فكيف انت تقول لي ما تتكلم تمنع ذول داير يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وعلى الباطل كله ما وقفتون. فالختام انه بعد ما توري الناس العقيدة الصحيحة، وانه الذول لو مات على الشرك مصيره جهنم. لو مت الليلة بتنادي، لو بتنادي النبي عليه الصلاة والسلام انت مكانك النار. ربنا قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. وربنا قال هناك وما هم بخارجين من النار أبدا. ما عندك طلعة مشرك والله، ما تقول لي أنا شريفي،
والله لو جدك النبي عليه الصلاة والسلام في شريفي أكثر من أبو طالب، أبو طالب ده والله والله جدت مو شريفي، والله طلعوا طق 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 شريفي ما فيه كلام، بعد ده من أهل النار، دين ده ما دين شريفية، دين إنك على التوى إنت مقبول عند الله، مخالف الكتاب والسنة إنت ما مقبول عند الله سبحانه وتعالى. بنص الآية ربنا قال وقد جاب الناس كلهم والقبائل وكذا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده الدور الدار رب العالمين. فدي نضيعة بعد مولاد العقيدة دي، ما في في في, 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 في الإسلام حاجة اسمها صوفية ولا إخوان مسلمين ولا بلاغاتية ولا حزب البعث ولا ناس الترابي ولا الطريقة التجانية ولا المكاشفية ولا السمانية ولا مقله ولا جناح حبجكو ولا أنصار السنة المركز العام الزيت الهادية جناح الصادق صادق عبد الله صادق معرف خشب الله كله ما في. ربنا قال الشغل ده كله شغل المشركين، مش انتوا مشركين، لا ده شغل المشركين، الصفات دي صفات المشركين. ربنا قال ولا تكونوا ناهية ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وربنا قال إن الذين فرغوا دينهم لست منهم في شيء، ديل ما تبع الله، ذول بفرق الدين وديل كتار، تلقى حزب وطريقة في طريقة وعندها شيخ وعندها أوراد أوراد من الشيخ والحزب برضو أحزاب كلها رئيس حزب ومعرف ورئيس جماعة ورئيس الجماعة جاء وركب الطائرة وقايمة الساعة 7 وقايمة الساعة 8 ده كله ما كله كلام فاضي. جاء يقعد ما في حاجة من رئيس جماعة ولا رئيس كله ولا رئيس طريقة ولا حزب ما في. هل بيقول فيه ربنا قال يعني إنه ذول لو عندك دليل جيبه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دليل دارين دليل، وأنا متأكد ما عندك دليل، الحكاية دي ما كبر دقنا تكون كبيرة وعندك عمة مترين، لا بالدليل عشان ما تخوفنا زي عشان عندك عربية أبو القبيلة تقول فيه ما في دليل، عندك تردد في العربية تضد ما عندك، جيب الدليل ما في دليل. فالناس دي كلهم شغالين عليه باطل، والأحزاب دي كلها والطرق ده شغل الشيطان وشغله وشغل المشركين التفرق. أما ربنا قال عن أهل الإسلام وعن الإسلام ذاته، ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا، أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه، ده دين الإسلام. أما غير كده ما في. فالذل يتمسك بالكتاب والسنة ويكون على فهم سلف الأمة، انت مت كده ان شاء الله تكون ولو عندك معاصي تكون من الفائزين، حتى لو معاصيك دي بتدخلك النار في النهاية مصيرك الجنة. ده للذول الموحد ما عنده معاصي، ما عنده شنو معاصي. فده كله يا جماعة زي ما أقول ختاما، انه كل الاحزاب والجماعات والليل الناس اللي بيدعوا انهم سلفيين ديل بالوضوح كده ديل انصار السنه، كون معاكم واضح والله الكلام ده جد. وانصار السنه ديل انتهوا منه اهل العلم زمان، الامام مقبل كان بيسمون انصار المال قبل 25 سنه، انصار المال امشى حفر الامام مقبل من قبره انصار السنه، قال انصار المال وانصار البدعه زمان. والشيخ ربيع قال ورب السماء حلف ثلاث، قال ليل سروريه، وحس ده كلام زمان. امام مقبل رحمه الله لو كان حاضر كان بيقول ليل انصار المال وحاجات ثانيه، يعني لو حاضر كان بيجيب حاجات ثانيه، لانه حس هذا ما يجيب حاجات ثانيه، ما كانوا بيمدحوا على الشرك ده، ما بس كانوا حالهم الدعوه كان عندهم بدع، حس بيجوا يمدحوا على الشرك ذات وياكلوا معاه الرز وبطاطس، يقول الموضوع ده خطير ويمدحون يقولوا ديل اهل الدين مع العثمان قال عن صادق المالي قال ليل عندنا معاهم شنو علاقه حميمه،
صادق المهدي بيقول في القرآن ربنا قال وليس الذكر شنو كالأنثى، قال الآية دي يجب أن تراجع، يراجعوها يا جماعة. إذا كان ده يا أخي والله ده كلام خطير شديد، خطير شديد، قال يراجعوها. ودين المجو جالوا الفاتحة في التراب، قالوا الترابي شخصية ما بتمر وما بتجي تان، الله لا جاء وفات بعدل، ها قال ما بتجي وفعلا ما بتجي، ما بتجي فعلا، صدقتها لأنه ما أجمع التراب يقول ما في زكاة، ما في زكاة قال، وربنا قال وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ربنا قال في زكاة، صادق التراب قال ما في زكاة، تراب المهدي صادق المهدي قال شنو؟ قال الآية دي تراجع، قال تراجع، ده شنو ده؟ بيغادي ذاك برضو المجهول ده بتاع الكباجي، جابوه حفيد الكباجي، جابوا احفاد الكباجي في التلفزيون، قال جدي الكباجي ان قال لي شيء كن فيكون. شفت شرك زي ده؟ والله لو حاضر ابو لهب يطرش عديل، انا متاكد بيطرش عديل، الكلمه دي بتطرش، آه ابو لهب بيطرش، لانه ابو لهب ما قال كده يا اخي. كيف انت زول تجي تمدح زول زي ده؟ المرغنيه قالوا احمد كده الكون، البرع بغادي قال حسن حزونه برضه ماسك الكون، قال ابوي حسن بكم الفيل كون متحكم. يا جماعه نادي اللعبه بالدين، لو خليناهم والله يا جماعه ربنا بيهلكنا كلنا. اخير انت لو ربنا هلك تكون دور راجل اصلا في النهايه الموت ده بيجي بيجي، قالوا المرض تخاف يجيب كتلك، فيقول لك الخواف رب غياله اصلا بتموت بتموت قطع الشك بتموت، كنت قلت لك ملاهي صاحب انها بتموت، اخير تموت في الحق. ربنا قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون انبياء ماتوا في العقيده، انت الحيل ميت حيل شنو ما دار تتكلم في العقيده الصحيحه. فنصيحتي لكم انتم كشباب سلفي تشتغلوا عقيده يا جماعه، وتبدو الزول يبدا من اهله. ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام وانذر عشيرتك الاغربين، الزول يبدا من بيته يا جماعه، من ابوك وامك وحبوبتك وخالك وجيرانك بالكلام الطيب. الهدايه دي من الله، لكن تبلغ بلغ، هدايه من الله لكن تبلغ، اما تسكت ساكت دي مشكله، تقول انا سلفي زاي ومارق وجلابيه مقصره ودي مشكله. عرفت الحق رضوان قال بلغوا عني ولو ايه، عرفت ايه قولها بس، حديث قوله وقف مارق، ربما يهتدي ذول انت ما جايب خبره، والذول يمشي بيدربه يهتدي ذول وذاك يهتدي ذول، والامه تكون في خير، والامه تكون في خير. كيف اهل الباطل ينشروا في شرك، ده يقول ما تقل كون وده وي ونحن ذول اهل الحق تسكت ساكت ما تسكت. شيخ العثيمين قال لو مات العثيمين رحمه الله ولو مات الشيخ ابن باز معناه يعني الدين يقف، قال الواحد يبلغ قال في منطقه يمكن يكون ما فيها اي ذول، ذول حافظ حديث ياثر على اهل المنطقه، ده الخير يا جماعه، الخير هنا والله يا جماعه، الخير في دعوه الانبياء ده الخير، اما العكس ما تقول الخير بيجيك العذاب. ورضوان قال في حديث معاويه في الصحيحين قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال قروش تكون كثيره ولا عنده عربات، قال لو ربنا اراد به خير تكون في الدين ده نجيط، معناه مفهوم الحديث لو عارف الدنيا وما عارف الدين ربنا اراد بك شنو؟ اراد بك شر. وربنا قال عن الناس جميعا الكافر والمسلم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكثر الناس ربنا قال الدنيا عارفينها كويس لكن في الدين ما داير، يا واحد يا إما ما عارف ما داير يعرف، يا إما عارف وكاره ما دايره. ربنا قال لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ودي الأكثرية، في ناس مش ما عارفين الحق، عارفينه لكن ما دايره، زي بيطق بطنه زي الذول لو جبت لي بيضة عيان عنده ملاريا ولا تايف اديته بيضة سامحه قلت له هاك البيضة دي بيطرش، انا متأكد كمان في ناس زي الموضوع ده ما دايرين الحق ده نهائي، وديل منهم الجماعة اللي قلتهم ديل، وانا اختم ليك والله والله، ها صوفية ديل ما دايرين الحق، صوفية ديل والله، الناس الكبار رؤوس الكبار طواغيت الكبار دي ما دارين حد.
صار السنة كوب ما دايرين، وانا المسلمين ما دايرين، هذا التراب الفوق ما دايرين، بلا الفوق كلهم الفوق ده لو جبتهم والواحد فتحته راسه ده كك على نصين كبيت القرآن والسنة كلها الحديث 40 حديث 50 بتتم زيادة 10 50 حديث وقفلت راسه بترشه لأنه ما دايره ما دايره كله ما دايرين ما دايرين حق نهائي. فنظر الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وقدم الشيخ شهاب عوض إن شاء الله.